قمر سمتك رسمات لونتك على كيفي، حطيت بوشك ضحكات وانت الخنت يا حيفي. حبي دبي داب ابنك يا قمر سمتك رسمات يا 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 جو جو يس اها اها شيت شيت جو جو يس شيت شيت. حبي دبي داب ابني مثل الرصاصة الروسية صار. ايوه خير ان شاء الله. هلا انا اوكي ضحكت، ساووا الصبايا معي هي القصه ضحكت انا، بس يا ترى نجمنا المطرب المتالق بهاء اليوسف ضحك او شو عمل؟ خلونا نشوف شو ردة فعل مطربنا المتألق بهاء اليوسف بحلقة جديدة من برنامجنا دراما خفية. كيف أنا؟ كيف أمورك؟ طمني عنك. قول يا فارس صاحب الشركة هون. كيف أمورك إن شاء الله؟ كيف الشغل؟ إن شاء الله تمام. الله يهنيك. والله ما شاء الله. والله غير شكل. الحمد لله. عندنا مشروع فيديو كليب، بس في يعني الحمد لله في رصيد منيح، رصيد له مبلغ كبير، ومن اغانيك هو، بس بدنا انه نحدثه، عرفت التحديث، اغنيه من اغانيك بدنا نختارها وجاي مصاري بحيث انه نعمل فيديو كليب ضخم. تحدثها كيف هلا؟ هلا هذا الشيء عرفت علي المشرف العامي هلا بعث لك اياها تفهمك الموضوع هذا، تتفق انت وياها عرفت علي، جاينا مبلغ منيح ورزقه لك ولقلنا الشرف، بس التحديث كيف كلام لحن هذا الموضوع شغل تهي، يعني هي هلا بتشرح لك وتحطك بالصوره بكل تفاصيلها. الله الشرف الشرف. الله يحمي ياك، ميت اهلا وسهلا فيك. جابوا لك شيء تشربه؟ ايوه جابوا لنا عصير. اهلا وسهلا فيك. انا رايح ابعث لك اياها تتفاهم انت وياها. شفت شركتك؟ اهلا وسهلا فيك. الشرف شكرا. راجع انا بالمكتب وفاء. هاي. هلا. مرحبا انت. كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ طمني عنك. هو قال لك المدير نحن شو الشغل اللي نحن بدنا نعمله هلا يعني بالغنية تبعك. يا ابني مغني بس عم يقول لي في تغيير فيها ما فهمت يعني كلام نحن ما فهمت. ايه هلا نحن ما رح نغلي يعني نغير فيها غير جزء بسيط. يعني بدك تقول يعني نحن بدنا نغير اللحن والكلمات هن. طيب فهمت عليك كيف؟ ايه غيرنا اللحن بس كيف بدها تصير؟ ايه كيف بدها تصير؟ هلا نحن يعني هلا هيك بدها تصير مثل مثلا شو بدي اقول لك؟ يا مرسمتك رسمات بوم 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 يا يا اها اها يا يا نو نو يعني هيك شغلات رد يعني؟ ايه قريب يعني شو؟ تزبط تطلع ممتازه يعني انت بدك تجرب رح اعطيك طاقتي بركي بتقدر انت تجرب بتحكي عن جد؟ نعم بحكي عن جد. بعيد لي اياها طلع فيني منيح وتمعن فيني منيح لانه انت بدك يعني يكون عندك سرعه قديمه مشان تعرف شلون تلقط اللحن.
يا ما رسمتك بسمع بوم بوم ياي ياي يس يس نو نو رسمتك على بالي يس جو جو شيت 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 يا ما رسمتك بسمعك يا ما رسمتك بسمعك حطيتك على بالي ياي 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 جو 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 يس 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 نو 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 هلا هي بصراحة في لازم يا صغير في لازم طبعا كل شيء نحن في نزيد عليها شيء يخدم الغنية يعني مثلا تطلع الغنية هاي شو بدي اقول لك استاذي تطلع هيك بوم العالم كله يعطي يعني نحن هذا الجيل بده هيك شغلات تبع ياي ياي بوم بوم سألك سؤال يعني هيك بس ثواني بس حتى نادي للبنت تبع الفيديات اللي بتمثل معك بالكليب يا ليلو يا ليلو طبعا استاذي يعني نحن بدنا نحاول نعمل غنية انت طلعت بالاغنية هيك فيها طلع هيك هلا بصراحة انا جبت خبراء تمام ولما سمعوا اللحن راحوا ليلو بس بدي تشرحي له للاستاذ كيف الرقصات تبعاتي انا بغني وانت بترقصي مشان نشوف شو موافق موافق الاستاذ طبعا موافق لا موافق مش استاذ بدك تصور معنا صور تحكي عم يعني كيف اغنيه يعني اغنيه مثل هي الاغنيه بدك تعملي اياها راب انا بعرف اني راب بالاحساس هلا استاذ اول شيء بدي اعملك انه قلت لك وانا بدي اعلمك كم حركه ايه شوف قولي له ارجيك يلا بدي اعلمك كم حركه ترقصهم بالكليب ايه صح اكيد يلا ليلو يا مرسمتك رسمات احسن شو اول شيء خليه يقولها هو مشان انا اعرف شو بدي استاذ انت اذا ما عرفت تغنيها مشان هي شلون بتعرف ترقص عليها ما بتزبط ما بتزبط شو الشغلة هيدي؟ طب خير شو شو بدنا هيك شو ربا؟ لا أكيد مش ربا نحن يعني بيهمنا إنه أنت تحفظ الغنية. أنت شركة شركة محترمة. طبعا أكيد. أنت كمان مشرفة وأكيد يعني مثقفة ودارسة يعني برأيك أنت هيك بدنا هيك؟ أنت بتطلع فيها أنت بتطلع فيها. طبعا كل العالم بتحب هيك شيء. طبعا هذا الشيء جديد طبعا اغنية بتحبها الناس مثل ما هيك بتعمل لك اياها راب انا شون شون شان شون لا ما فيها شان شون ومدري شو لا فيها بس يعني يا رسمتك رسماتك يا يا بس بدي تقولها هي نفسها مش بدك واحد معه جيوب لا مسهر علينا وعشان كيف ما مسهر لانه هذا الشيء ما بس استاذ انت عم مسهر بشيء هلا انت طلع انه هي الاغنية بس استاذ كمان ستايلك ما حلو ما هيك يعني هلا انت خذ الطاقيه جربها ومين هدول الرقصات يعني انت شو عم تحكي استاذ انا عم بحكي شيء ليخدم غنيتك غنيتك غنيتي مخدومه من احلاها كيف بدك تملكي يا راب تشارلز هون يعني انا ما عندي وقت يعني جايبين من المره بس انه عم دايركم بس انا ما عندي شيء يعني بعد الشغل اللي عم نمشي بس طب اذا بتعرف لا كده بدي اشتغل هيك موضوع استاذ كيف بدي راحتك امي شعبيه العالم بتحبها حزينه وخيانه بدك لا لا استاذ في اقتراحتك تفضل حبي دبي يا يا قوم قوم اها اها يا لبنية قوم قوم مثل الرصاصة قلت يا 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 هاي حلو يلا تعي نعمل بس يا انت اول شيء خليني غنيها مشان اعرف ايش طبعا استاذ انا يعني صوتي ما حلو اما انت صوتك كثير حلو ما اغنيها هيك سلك ما اغنيها لك يا حبيبتي انا ما بعرف غني راب كيف بدي اغني لك اغنيه الي ومن احلى الاغاني غني لك اياها راب ويا يو يو ويي ما استاذ نحن جبنا خبراء من هوليود ايش رايك؟ الله يخليك لا يخلي لي اياك يا استاذ خبراء من هوليود شغلناك يا ما رسمتك بس ما طلعت لك انا شغلناها اول اختراع نحن نعملها جو جو يس بعدين استاذي نحن عاملين عقد يعني نحن اخذين من الشركه مصاري وقابضين وعلى اسمك هذا الحكي ما بصير وهذا الحكي ما هو صح وانا ما بظلم الاغنيه الي هيك ما بظلم انا بس مش الحال احنا خلص انا ما حكيت لحالك شو صار استاذي استاذ في شيء ما هو صح اللي هو يعني اغنية حلوة كل الناس بتحبها وبدي اعملها راب هلا هلا استاذ
غيري انا عارف راب ويا مرستك كمان ويو يو دكتور يوسف بهاء اليوسف عم يغني راب طبعا انا نصير ابو مصايبه ولك حصه لك نص النص والله بتعطيني كل المصاري ما مش الحال لانه انت هيك بدك تخلي الناس تضحك علي ما تشتغل انت عم تضيع يعني يا عصفورتي الله يخليك انا بضحك عليك وانتم مضيعين لي وقتي على فكره لا يعني انا اعرف انه الموضوع هيك مسخره صار بعرف على مؤاخذ استاذ خمس دقائق نجيب لعقود وبدنا ننهي هالموضوع هذا بوقع لا بس ما كرمال يا اخي ما بشتغل يا استاذ توقعت لا ليه توقعت لا نحن استاذ قبضنا سلفه حاكين عنك على اسمك وحاكين استعطى مصاري انا موقع شيء انا اجيب لعقود ويجي سوا استاذ الله يخليك لا تجيب شيء ما راح اوقع استاذ كثير نحن عملنا نحن حصيله يعني معينه واحصاء ما بحب اشتغل اكيد ما هذا شغل مش ما بدك تضحكي الناس يعني استاذ هيك بتخسر ما مش اخسر هلا نحن انت اجبار خسران يا استاذ ما بشتغل وين وين استاذ وين رح يجيب العقود يجيب العقود ما لا بدك توقف يا استاذ شو بدك تضيع الاغنيه الناس بتحبها الي موضوع خيالي وحزين وكرد ودنيا بتعمل لك اياها اي بس يا استاذ بعدين انا بس حلو حلو استاذ انا مقتنع لانه فيها لحن يعني فيها لحن كثير حلو انت لحنك ما حلو هذا اللحن احلى بعدين اغانيك كلها مو حلوه يعني هي اغنيه هذا انه يعني ضربت بالسوق يا مرسمتك رسمات حبينا نحن نغير اللحن مشان تضرب اكثر هلا معلومك هلا عن جد معلومك عاد اللي عم تغني سمعنا يا استاذ اغاني ما حلو انا صوتي مو حلو كلياتي مو حلو ليش حكيتوا معي وليش عم تحكوا باسمي استاذ الشركه بتضيع بلوم استاذ ويا مشارك الرائع الحقيقي بس استاذ الشركه اللي نحن وقعنا معها مع احترامي لك بعد اذنك خلي اشوف استاذ ويا انا بدي امشي والله يا استاذ بدنا نشتغل شو بدنا نمشي الله يخليك اشتغل استاذي انا مش ما بشتغل هيك اغاني ما بشتغل بعدين كيف انا اقدركم وكيف تحاكيني بهيك منطق يعني انتم معقوله؟ والله مستغرب الو يس اوكي نو يعني العقد انت اذا استاذ قال لك شغله نحن وقعنا عنك يعني انت لو تدفع انا ما راح تغني بدك تدفع 500,000 يا استاذ بشرفك ليش؟ يعني نحن خلص وقعنا عنك يعني وقعت لحالك انا لا كنت موجود ولا بعرف هالمواضيع كلها وانت هلا انت رح تخليني اعمل اغلط معاكم بالكلام وبالحكي وتصرف صرفات سيئه وبعد اذنك انا رح احترم الوجود والمكان يا استاذ وليام يفضل تحترموا اللي عم استاذ وليام اغنيه شعبيه بعدين
انت مش عم تغلطي معي وانا قاعد عندكم، وهلا بتقولي لي اغنيه كمان. ايه وبعدين وين صرنا يا الله يخليك يا السعادة يعني اذا 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 جايبيني لنعمل على بعض مسخره مشان اعرف اتصرف لنفسي، انا هلا محترم حالي وما غلطت ولا زفرت بالكلام. اذا صرت تغلط معي ولا هسه انت يعني انا ما انت كيف مقتنعه بغنايه مثل هاي اللي بدي اغني لك اياها؟ لا استاذ هو ناوي يغلط معي، هو بده يغلط معي بده يحسدنا وقال انه هالشركه مو معبات له عينه وما عرفت كل هالشغل. اي طبعا هذا قصدك استاذ من الحكي كله اللي انت عم تقوله. انا استاذ انا هيك قصدي؟ اي انا هزقت يا استاذ هلا انا هزقتي؟ اي هزقت الشركه وهزقتنا نحن. يا استاذ انت بشركه محترمه اولا، ثانيا انا شركه محترمه تصرف معي هيك يعني بتسالك سؤال كيف تحاكيني عم تحاكيني بكلام ما له منطق يعني اغانيك ما حلو وانت ما بتشتغل هلا الناس ما بدها اياك كيف بدي احترم شركه ما محترمتني لا محترم الغنايه استاذ احترم حالك نجيبك يا استاذ الله يسلمك انا ماني ولا جاي لعند انا احترمت الشركه حتى انا جيت على موعد احتراما لكم وعم تسمع الشركه بس اعرف هيك الوضع انا ما بدي استاذ ما رح تروح ما فيك تروح يا استاذ عندنا نحن حطينا على المواقع مع البقر على مواقع تصوير حطينا مبلغ سلامي زيدي ان احنا بنحمله صح 500 صح عندي 500000 اجانا كيف بدي انت كيف ما فيك تجبرني كيف بدك تجبرني على هيك موضوع نحن كيف مو انت الموقع مو انت الموقعين انا شو صاحب الاغنيه انت صاحب الاغنيه انا صاحب الاغنيه انا ما بعرف الموضوع كله لابس معارف الدنيا هيك غابي احنا ما دخلنا هلا بيجوا استاذ بياخذوك ونحن ما بنعرف ناخذ منه 500 وخليه يمشي خلص والله يا رسول استاذ انت هيك خربت بيتي تعمر بيتكم مو ذنبي اذا انتم اخذين العالم مسخره والاغاني مسخره هذا الشيء بيعود لكم مو لي انا نجمنا الغالي وما يا اخي لا نجم ولا استاذ ولا تخيل
نشوف فيها الضحك زي اندربك ايامك حليها ويتحملها بديك شو ما صار يصير يتحملها بديك شو ما صار يصير ونحنا بالاخير زوار على منظر دور على الجور وبطيب الكلمة هالكون بيعمر لا لا تزعل وتغضب بسرعة راح تتعب وبتروح علي وحدك راح تخسر أنا اتحملها كتير شو ما صار